تم ضربها في يوم عيد وعيدها الوطني في 14 من تموز في يوم حريتها، لأنها حرية وحقوق الإنسان يتم إنكارها من قبل المتطرفين، وفرنسا هي تمثل هذه القيم. أعبر جميع عن تضامني مع جميع الضحايا الذين وقعوا. سيتم استخدام جميع الوسائل لدينا من أجل مساعدة الضحايا، خاصة في المستشفيات القريبة في مدينة إنيس، بعد باريس في يناير 2015، وفي شهر نوفمبر في العام الماضي، وفي منطقة سان دوني. ها هي نيس يتم ضربها، هي فرنسا بأكملها التي تتعرض للتهديد للإرهاب الإسلامي. في هذه الظروف يجب علينا جميعا أن نعبر d'une vigilance absolue عن et d'une détermination مطلق وإيمان عميق. لقد قمنا بالإجراءات المناسبة، وخاصة أيضا من الناحية التشريعية، ولكن يجب علينا أيضا بما أننا في مرحلة عطلة صيفية يجب أن نزيد من إجراءاتنا الحماية. لقد قررت بعد اقتراح رئيس الوزراء وجميع الوزراء ذات الصلة ووزير الداخلية أولا بأننا يجب علينا أن نقوم بتأمين العملية التي تخولنا استخدام أكثر من 10,000 رجل أمن. كذلك قررت أن أدعو على الاحتياط العملي، أي لكل هؤلاء الذين أولئك الذين باستطاعتهم ويمكننا في سلك الشرطة وقوى الأمن بإمكانهم المساعدة.